سوف نقوم الآن بشرح شاشة صلاحيات المستخدمين في برنامج المحاسب الأول. يتم الدخول إليه من قائمة التحكم صلاحيات المستخدمين. هذه الشاشة نستطيع من خلالها إضافة الموظفين الجدد ذات التخصصات المختلفة في المبيعات، في المخازن، في إدارة الحسابات أو المشتريات، ونقوم بتحديد اسمه وكلمة السر الخاص به ومنحه بعض الصلاحيات حسب الاختصاصات الممنوحة له. طبعا من يقوم بمنح هذه الاختصاصات هو المستخدم رقم واحد. كذلك نستطيع أن نقوم بتعديل كلمة السر الخاصة بالدخول إلى برنامج المحاسب الأول. فمثلا عند الضغط على المستخدم رقم واحد ثم أردنا مثلا تعديل اسم المستخدم، نقوم فقط بالضغط على زر التعديل مثلا ونكتب مثلا المدير العام، مثلا اسم المدير محمد مثلا كمثال، رقمه واحد، كلمة السر خاصة به. نستطيع أن نقوم بكتابة حروف، أرقام، رموز كيفما نشاء. مثلا سوف نعمل رقم السر 5 كمثال، لابد أن نؤكد من كلمة السر 5 ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن نريد أن نضيف موظفين جدد، يتم الضغط على زر الإضافة. مثلا الموظف معين، رقم المستخدم مثلا 2، كلمة السر 2، نؤكد 2 ثم نقوم بعملية الحفظ، سوف يظهر آليا. مثلا نريد نضيف مثلا الموظف أحمد، رقم المستخدم مثلا 3، كلمة السر مثلا حسب طبيعة الكلمة التي يريدها مثلا 3 ثم نقوم بعملية الحفظ. مثلا الآن يوجد لدينا مجموعة من الموظفين، سوف نقوم الآن بتوضيح كيفية منحهم صلاحيات معينة. مثلا الموظف معين، نقوم بالضغط عليه ثم الذهاب إلى الصلاحيات، سوف تظهر جميع القوائم، التهيئة، العمليات، التقارير. مثلا سوف ندخل بقائمة العمليات ونقوم باختيار الصلاحيات الممنوحة للمحاسب مثلا معين. مثلا له صلاحية واحدة، هو أن يقوم مثلا بالضغط على أو العمل على القيود اليومية. سوف نسمح له أن يقوم بعملية الإضافة في القيد اليومي، عملية التعديل، عملية الحذف، عملية العرض والطباعة. مثلا سوف نسمح كذلك صلاحية أخرى مثلا في فواتير المبيعات، نسمح له كذلك أن الدخول إلى شاشة فواتير المبيعات ويعدل ويحذف ثم نقوم بعملية الحفظ. فإذا ما أردنا أن نمنح الموظف الآخر مثلا صلاحيات، نقوم بضغط التفضيل عليه ثم الضغط على هذا الزر. مثلا الموظف أحمد سوف نجعله صلاحية فقط سندات الصرف، نسمح له فقط بالإضافة والتعديل والحذف أو العرض أو أحد الخيارات التي نشاء ثم نقوم بعملية الحفظ. تأشير، الحذف، تعديل. الآن عند الخروج من هذه الشاشة والدخول مرة أخرى سوف يدخل كل مستخدم برقمه وكلمة السر الخاصة. مثلا سوف يقوم الآن معين بالدخول إلى إيش؟ إلى هذا البرنامج. رقم الفرع 1، رقم المستخدم 2، كلمة السر الخاصة بالمستخدم معين 2، طبعا نستطيع يعدل في أي وقت ثم نقوم بالضغط على موافق. نلاحظ إذا ما حاول الدخول إلى التحكم أنه غير مفعل، ليس له صلاحيات. العمليات كذلك، نحن منحناه صلاحيات في العمليات قيود يومية فقط، فإذا ما أراد مثلا وفوات المبيع، فإذا ما أراد مثلا أن يقوم بعملية تخزين أصناف سوف تظهر إيش؟ لست مخولا بتنفيذ الجزء، لأنه ليس لك صلاحيات الدخول إلى المخازن. مثلا الترحيل، ليس لك صلاحيات. الصلاحيات الممنوحة للمحاسب معين هو قيود اليومية، نلاحظ أننا نستطيع أن نقوم بعملية إضافة والحذف والتعديل أو فواتير المبيعات، أستطيع عملية إضافة والحذف والتعديل ونكرر نفس العملية على المستخدم الآخر. شكرا جزيلا.